السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. معكم الست مروة جواد من قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة. موضوعنا اليوم هو الحركة الدائرية للصف الخامس الإحيائي من الفصل السادس لمادة الفيزياء. نبدأ بأهدافنا السلوكية المتعلقة بهذا اليوم. سوف نتعرف على الحركة ونوضح مفهوم الحركة الدائرية، نبين معنى الجسم الجاسر، نعطي أمثلة عن الحركة الدائرية، ومن بعدها نوضح معنى الزاوية النصف القطرية، وكذلك نستنتج العلاقة الرياضية بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي، ونحل أمثلة عن الحركة الدائرية. من خلال هذه الثلاث صور المعروضة أمام حضراتكم، ماذا نلاحظ الشيء المشترك في الصور؟ شنو الشيء المشترك بهذه الصور؟ لدينا هنا هذه اللعبة في مدينة الألعاب أو الملاهي، هنا عندنا هذا إطار السيارة، وهنا عندنا تستخدم في الأعمال اليدوية، هذه الآلة تستخدم في الأعمال اليدوية وآخره. نلاحظ أنه الشكل أو الشيء المشترك في هذه الصور الثلاث هي أنه جميعها تتحرك بحركة دائرية، تتحرك بحركة دائرية. يعني هذا مثل البندول. إذن الحركة الدائرية، قبل أن نبدأ بالحركة الدائرية فلنعرف معنى الحركة. ماذا تعني الحركة؟ الحركة هي تغير مستمر في موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر نفترضه ثابتا. فلنفرض هذه الصورة أمامنا، نفرض أنه الجسم B والجسم C هو ثابت بالنسبة للجسم المتحرك اللي هو حيكون A. إذن هنا أنا عندي هذا مثال على الحركة، أي هو مثال على الحركة لأنه هو متحرك بالنسبة إلى موضع جسم آخر اللي هو ثابت، اللي هنا عندي سي و بي. إذن الحركة تغير مستمر في موضع الجسم بالنسبة إلى جسم آخر نفترضه ثابتا. الآن نأتي إلى ذكر أو تعريف الحركة الدائرية. ماذا تعني حركة دائرية؟ هو دوران جسم جاسئ. هنا صار عندي مفهوم جاسئ، سنتعرف عليه إن شاء الله شنو معنى جسم جاسئ. حول محور ثابت وتقسم إلى نوعين، حركة دائرية منتظمة وحركة دائرية غير منتظمة. هنا هذه الصورة تبين لي عدة أجسام تتحرك بحركة دائرية، منها دولاب الهواء والكرة الأرضية، هنا عندنا هذه المروحة السقفية، كذلك هذا اللعبة هذه موجودة، وأيضا هذا الجسم أو هذا العجلة مال الدراجة الهوائية اللي يسمى البايسيكل. إذن الحركة الدائرية هو دوران جسم حول محور ثابت، هذه النقطة ثابتة والجسم يدور حول محور ثابت. ذكرنا بالتعريف الحركة الدائرية جسم جاسئ. شنو هو معنى جسم جاسئ؟ الجسم الجاسئ هو جسم غير قابل للتشويه والتشكيل بتأثير القوى والعزوم الخارجية. يعني جسم شنو أسلط عليه قوة، شنو أسلط عليه عزم، هو يبقى محتفظ بشكله ما يتشوه. هنا عندي هذه أمثلة عن الحركة وجسم جاسئ، هنا عندي هذه أمثلة عن حركة دائرية، هنا أيضا عندي مثال على حركة دائرية. الصور راح توضح لكم أكثر. أيضا عندي هنا أمثلة على الحركة الدائرية، طبعا موجودة بكثرة بحياتنا اليومية وكنا شايفيها وكنا نعرفها، راح أعطيكم شيء مختصر عن الأمثلة. عندي حركة فوهة إطار الهواء في عجلة الدراجة، هنا عندي عجلة دراجة، حركة الشخص الجالس في دولاب الهواء الذي يدور بمستوى شاقولي، ذكرناها بالشريحة قبلها حركة دولاب الهواء.
هنا أهم صورة توضح لي حركة دولاب الهواء الذي يدور بمستوى شعقولي، راح يكون ثابت حول محور ثابت هذه الحركة طبعا. انعطاف السيارة عن طريق منعطف أفقي أيضا هنا راح تكون حول محور ثابت الحركة. حركة الإلكترون حول نواة الذرة، هنا الصورة تبين لكم حركة الأرض حول الشمس أيضا، هذه هنا حركة الأرض حول الشمس وحركة الكواكب أيضا، كلها أمثلة عن الحركة الدائرية، وحياتنا اليومية مليئة بأمثلة أيضا غير اللي تم ذكرها. نأتي الآن إلى ذكر الزاوية النصف قطرية. ماذا تعني الزاوية النصف قطرية؟ خلينا نلاحظ هذا الرسم أول شيء. هنا عندي هذه دائرة، هنا عندي هذا نصف قطر للدائرة، هنا عندي هذا راح أسكر لي زاوية هي تدعى ثيتا، هذا الرمز يدعى ثيتا، وهنا عندي هذا الأس. هل نجي هسه من نعرف الزاوية النصف قطرية حنعرف هذه المتغيرات كل واحدة ماذا تعني. الزاوية النصف قطرية هي زاوية مركزية في الدائرة وتقابل قوس على محيطها، هذا القوس على محيطها يساوي نصف قطرها، إذن هذا الأس هو طول القوس المقابل للزاوية ثيتا، هذا الأس أو طول القوس يساوي لدائما الآر اللي هو نصف قطر الدائرة. نعيد، الزاوية النصف قطرية هي الزاوية المركزية في الدائرة والتي تقابل قوس على محيطها طوله يساوي نصف قطرها، طوله يساوي نصف قطرها. ثيتا هي تسمى الإزاحة الزاوية، والآر هو نصف قطر الدائرة مثل ما ذكرنا، والأس هو طول القوس. لدينا قانون خاص بالزاوية النصف قطرية هي أن ثيتا الإزاحة الزاوية تساوي لأس على الآر. عندنا سؤال، عندما يتحرك الجسم في المسار الدائري دورة كاملة فكم تساوي الإزاحة الزاوية؟ نركز شوية بهذا السؤال، طبعا هذا الفصل مليء بالاشتقاقات والقوانين، فيعني نرجو أنه تركيز ومراجعة المادة أكثر من مرة. عندما يتحرك الجسم في مسار دائري، هذا جسم يتحرك بمسار دائري، لكن شنو شي يقول هنا؟ يقول بدورة كاملة. شنو معنى دورة كاملة؟ معنى أنه الجسم كان هنا عند نقطة ألف يتحرك حركة كاملة دائرة كاملة ويعود إلى نقطة ألف، معناها هذه دورة كاملة. فكم تساوي الإزاحة الزاوية؟ الإزاحة الزاوية كم تساوي؟ ملاحظة هنا، عند الدورة الكاملة فإن طول القوس S اللي شاهدناه بالشريحة قبل إيش راح يساوي؟ راح يساوي لي 2 باي R، أي دورة كاملة مو نصف دورة. ومن قانون الإزاحة الزاوية اللي هو ثيتا تساوي S over R، S هنا إيش قد ساوت لي؟ 2 باي R على R، إذن R راح تختصر ومن عدها راح تساوي لي ثيتا تساوي لي 2 باي، إذن الإزاحة الزاوية لدورة كاملة تساوي 2 باي. هذه مهم، هذا مهم، وأني وضحت بلون مغاير لما ذكر أعلى حتى يكون واضح عندنا. نأتي إلى ذكر مفاهيم جديدة، والانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي. طبعا احنا خلصنا الحركة الخطية بكل متعلقاتها، دخلنا إلى الحركة الدائرية، لكن الآن سوف نتطرق إلى الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي. الانطلاق الخطي المتوسط ماذا يعني؟ هو المعدل الزمني، المعدل الزمني للتغير في المسافة الخطية، ويقاس بوحدة متر على الثانية. التغير في المسافة على التغير بالزمن يقاس بوحدة متر
على ثانية. هذا القانون ينحفظ لأن هو القانون الخاص بالانطلاق الخطي. دلتا S تغير بالمسافة على دلتا T. دائما قلنا تغير معناه دلتا، دلتا معناه تغير. نأتي إلى الانطلاق الثاني وهو الانطلاق الزاوي المتوسط. هو البعد الزمني للتغير بالإزاحة على التغير بالزمن. زين، احنا ماخذين قبل بالحركة الخطية انه التغير بالإزاحة على التغير بالزمن هو شيء طيني، هو سرعة خطية. هنا مدام صار عندي لا التغير بالإزاحة الزاوية، اذا الأوميجا هنا هذه الدبليو هي تسمى أوميجا وترمز للسرعة الزاوية. هنا مهم لازم ننتبه عليها هذين المفهومين. ايضا وحدات القياس لكل واحد منهم لازم نحفظه. هنا عندي سؤال، ما العلاقة بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي رياضيا؟ نأتي هنا انه ال V اللي هو الانطلاق الخطي يساوي للتغير بالمسافة على التغير بالزمن، وبما انه التغير بالمسافة يساوي ل R نصف القطر في دلتا ثيتا الإزاحة الزاوية. إذا ايش راح اجي هنا، ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ال V average يساوي لل R اللي هو نصف القطر في شنو؟ هنا منو هذا دلتا ثيتا على دلتا تي؟ هنا هذه الأوميجا، بما انه معدل الانطلاق الزاوي المتوسط هو يساوي لدلتا ثيتا على دلتا تي. اذا راح اعوض وحده بالثانيه راح اتوصل انه ال V average يساوي ل R في الأوميجا average، اي انه الانطلاق الخطي للجسيم يساوي البعد او بعد الجسيم عن مركز الدوران في الانطلاق الزاوي للجسيم نفسه. عندي انزل انطلاق خطي انطلاق زاوي، معناها عندي لازم انزل شنو؟ انزل معادلتين. نزلت معادلة الانطلاق الزاوي ونزلت معادلة الانطلاق الخطي، هذا الخطي وهذا الزاوي. هسه اجي اريد اشوف فد متغير بيناتهم يربط. ارجع اقول انا اتذكر انه دلتا اس يساوي لي نصف القطر في التغير بالازاحة الزاوية. اذا وين استفاد من عندها؟ راح اجي استفاد من عندها انه اطبقها هنا، راح تصير عندي ار دلتا ثيتا، R في دلتا ثيتا. أوكي؟ زين، دلتا ثيتا على دلتا تي أرجع أقدر أني أكتبها بالصيغة اللي عرفناها اللي هو الانطلاق الزاوي، فراح يصير عندي V يساوي R في الأوميجا average اللي هي الإزاحة السرعة الزاوية. إذا الانطلاق الزاوي أو الانطلاق الخطي يساوي لي بعد الجسم عن المركز في الانطلاق الزاوي أو السرعة الزاوية. هذه أيضا هذه العلاقة مهمة. هنا عندي ملاحظات مهمة يرجى الانتباه إليها. إذا كانت السرعة الزاوية بوحدة الريفيوز على سكند فتسمى بتردد الدوران. هنا التردد يسمى بتردد الدوران. إذا كانت السرعة الزاوية بوحدة الريفيو على الأس تسمى بتردد الدوران، يعني إذا أعطاني إياها قال لي بوحدة الأس، إذا هي تسمى هنا مو سرعة زاوية، هنا عندي تردد دوران. القانون الخاص بتردد الدوران هو واحد على اليمن على الزمن، واحد على الزمن. ثانيا إذا كانت السرعة الزاوية بوحدة الراد، هنا راد على ثانية، هنا تردد زاوي، تردد زاوي وعلاقة أو قانون التردد الزاوي الأوميجا يساوي 2 باي F والF واحد على T. اثبت رياضيا انه الأوميجا تساوي 2 باي F، الأوميجا تساوي 2 باي F لجسم يدور بانطلاق ثابت. ملاحظة مهمة، عندما يدور الجسيم دورة كاملة فإن الانطلاق الخطي يساوي محيط الدائرة شبيه مقسوما على زمن الدورة الواحدة تي، أي إن
ال V يساوي لي 2 باي R على T. فش راح يكون عندي ال V؟ عرفنا طلعناه من القانون قبل شريحتين، ال R في W، R في W، هذه العلاقة الرياضية تربط الانطلاق الخطي. أحسنتم. إذن ال W ش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 2 باي اوفر تي. ليش؟ لان قسمنا هذه طرفي المعادله قسمناه على الار، فبقى لي الاوميجا يساوي 2 باي على تي. وبما انه التردد اف يساوي لي 1 على تي من الزمن او الزمن الدوري، اي ان اف يساوي 1 على تي، فاذا واحد هذه 2 باي من أفصلها في واحد على تي، إذن واحد على تي شنو هنا؟ إذن واحد على تي هنا هو الأف. ونتوصل إلى علاقة جديدة أو نثبتها، إنه W أو الأوميجا يساوي 2 باي أف. ننتبه. عندنا هنا المثال الأول أو سؤال، قرص يدور بسرعة زاوية، هذه السرعة الزاوية عفوا تساوي 5400 RPM. احسب المطلوب شنو؟ أولا التردد الزاوي وزمن الدورة الواحدة للقرص، وثانيا إذا كان نصف قطر القرص يساوي 28 سنتيمتر، فما هو الانطلاق الخطي لجسيم يقع على محيط القرص؟ هنا أنا خطأ مطبعي، هنا محيط القرص. الحل راح نجي على فرع اي، عبارة الRPM عفوا هي مختصر لدورة على دقيقة، هي ريفيو على مينت. الRM اوكي، الRPM قلنا دورة على دقيقة، حتى أخليها على دورة على ثانية لازم أحولها. فالأوميجا إيش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 5400 على 1 منت في 1 منت على 60 ثانية. أوكي، هذا عندي الكسر الأول في 1 منت على 60 اللي هو الكسر الثاني. إذا راح أحول الأوميجا لوحدة الريفيوز على السكند. 5400 ريفيوز على 60 سكند راح يساوي لي 90 REV على S، دورة في الثانية. 90 دورة في الثانية هنا صار عندي. تردد الدوران F يقدر بوحدة هيرتز اللي هي ترمز لها H capital Z، أي دورة في الثانية، دورة على الثانية. وزمن الدورة الواحد T يعطى بأنه F واحد على T، فالتسعين يساوي واحد على T، إذن T تساوي واحد على 90 سكند، واحد على 90 سكند. طلعنا التردد الزاوي، هذا أول شيء التردد الزاوي طلعناه يساوي 90 دورة على الثانية، ومن عنده طلعنا الزمن يساوي 1 على 90 ثانية، 1 على 90 ثانية. إذن الـ RPM هو مختصر دورة على دقيقة، أريد أحوله إلى نحول السرعة الزاوية من الـ RPM إلى دورة على ثانية، راح أستخدم هنا هذه العلاقة، أقسم على دقيقة وأضرب في دقيقة، أقسم وأضرب حتى أحولها إلى ثانية. نجي للفرع الثاني، فرع بي يريد نصف قطر، إذا كان ها منطيني نصف القطر ويريد من عندي الانطلاق الخطي. لحساب الانطلاق الخطي للجسيم عند الحافة لدينا أولا الانطلاق الزاوي اللي هو 2 باي F. 2 باي في إيش قد؟ هنا أنا منو عندي الـ F؟ الـ F 90 طلعناها إحنا منه، الـ F 90. اوكي، اضرب التسعين في الاثنين راح تطلع لي 180 باي راد على ثانية،
كنا نراد، فاستخدمنا 2 باي اف. زين الباي هنا راح اعوضها، وبما انه ال V يساوي ل W R، اوكي W R ال R نصف القطر هو منطيني اياه 28 بس هنا بالسنتيمتر، فلازم احوله للمتر فصار 0.28. بعدين اجيت ضربت بقيمة الباي، بالاخير توصلت الى مقدار الانطلاق بوحدة المتر على الثانية يساوي لي 158.7. 158 الاول راد التردد الزاوي، فاجيت كتبت التردد الزاوي، اوكي الثاني شراد راد الانطلاق الخطي، وجسيم يقع على محيط الدائرة، محيط القرص، فاستخدمنا هذه القانونية. وفي الأخير نصل إلى تقويم النهائي للدرس. عندنا عدد قليل من الأسئلة راح نسألها لحضراتكم، قبلها راح نلملم درسنا اليوم. شنو أخذنا؟ أخذنا تعرفنا على الحركة، الحركة الدائرية، وأخذنا الجسم الجاسع، هو جسم ما يتغير ما يشوه مهما أثرنا عليه بعزوم وقوة خارجية. أيضا تعرفنا على أمثلة، أخذنا أمثلة عن الحركة الدائرية وحلينا مثال عنها، وعرفنا العلاقة الرياضية اللي تربط بين الانطلاق الخطي والانطلاق الزاوي، وعرفنا الإزاحة الزاوية بماذا نرمز لها، وعرفنا السرعة الزاوية ماذا نرمز لها. إذا توصلنا هسه عند السؤال الأول، يقول أو النقطة الأولى، الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل دورة كاملة ماذا يدعى؟ زاوية مركزية طول قوسها يساوي نصف قطر الدائرة ماذا تدعى؟ وتقسم الحركة الدائرية إلى والجسم الجاسع بالنهاية. إن شاء الله يكون درسنا السابق واللاحق التعجيل المركزي، ونكمل الحركة الدائرية. نلتقي في دروس قادمة إن شاء الله، والله ولي التوفيق.